السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم عمر من قسم الصيانة الميكانيكية. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في هذه الحلقة سنتطرق اليوم إلى كيفية معرفة أن بواجي الاحتراق أنها تشتعل بشكل جيد، أي أن الشرارة جيد، أي أنه في حجرات الاحتراق يكون الاحتراق مناسب يعني للاشتعال في كل الأحوال. الله بارك الله. سنقوم بفك فلتر الريح او اللي كنقولوا له عليه فلتر. سنقوم بفك بوجي رقم 1. بسم الله. هذا البوجي يبدو أنه لا زال يحرق بشكل جيد. لمعرفة ما إذا كان البوجي سالم أو لا، انظر إلى هذا الجزء. هذا الجزء من الجرانيت إذا كان أسود تماما، يعني أسود نهائيا، يعني دخان كثيف متراسب عليه، يكون أن البوجي لا يحرق جيدا، يعني أن البوجي ليس صالحا، ضعف. ورغم أنه يعطي الشرارة لكنه ضعيف، الشرارة تكون ضعيفة جدا، مما يدل على أن الاحتراق يكون ضعيف، لكن هذه تبدو سليمة. سنرى بوجي آخر رقم 1 2 3. بوجي رقم 3 المحرك لازال صافيا. هذه أيضا تبدو سليمة، أظن أن البواجي كلها سليمة، يعني في حالة ما إذا كان هذا المكان، يعني هذا الرصاص هنا، يعني سنحاول. يعني الرصاص أظن أن الكاميرا ضعيفة، يعني هذا المكان من الجرانيت، الرصاص يكون هنا، إذا كانت سوداء يعني أنها لا تحرق. وهذا كل شيء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة أخرى إن شاء الله.